إفم سبور بلس أيمن زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في الـ 24 ساعة. مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في حلقه جديده من سبور بلس في الموسم الرابع، توا 7:07 على اي اف ام احلى راديو. اليوم نهار الجمعه 26 نوفمبر 2021، نهايه اسبوع سعيده موفقه للجميع، ومرحبا بالناس الكل في اي اف ام سبور بلس. اليوم نحكي منتخبنا الوطني يشد الرحال نحو العاصمة القطرية الدوحة، أي هدف من مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة العربية للفيفا؟ قرارات المكتب التنفيذي للكاف اجتماعها اليوم في القاهرة، شنو حكاية السوبر ليج الإفريقي؟ هل سيلغي رابطة الأبطال؟ شنو شروط المسابقة؟ شنو حكاية السوبر ليج هذي؟ علاش ترفض في أوروبا وتقبل في إفريقيا؟ نحكيه على كل وأهم ما صار في الاجتماع المكتب التنفيذي اليوم في القاهرة، بتبين نحكيه على اجتماع الكاف، وكذلك نحكيه على النادي الرياضي الصفاقسي اللي يلعب دور التمهيدي المكرر ضد نادي توسكر الكيني 48 ساعة قبل مباراة ذهاب الدور التمهيدي. هذا وغيره إذن من الأخبار والمستجدات نتناولوها مع بعضنا في ساعة من زمان. تحية كبيرة برشا لفريق الإعداد، بشرى سعيد في العمل الصحفي، عزت ويدي في الإخراج، وئام رابح وإيمان الجدي في الـ FM TV، عبير الزغدودي في السوشيال ميديا، وأيمن الوافي في السيت ويب، وأنا أيمن زروق رفقكم حتى الثمانية متاع الليل. وسعيد جدا بوجود الثنائي، ويعود إلينا من جديد سميرة سليمي. مساء الخير. أهلا وسهلا. مساء الخير بعد راحة نتاع نهار الخميس. أي. كنت في زيارة للمستير، وحق بارك الله فيهم فرحوا بنا. كثر زياراتك للمستير. أكاديمية نجيب كاهنة وجروب متاعه فريما، عملنا جو كبير ياسر معك الصغيرات، فهمت؟ غبت عليكم عاد خويا البارح، اليوم هاني معاكم. وليد مرحبا يا خويا. انت البارح لحظة، انت البارح فاتتك حلقة عندي، ما نقول لك في بالي يا خويا، ماني سمعت في بالي. انت فاتي البارح سمعت يا خويا، قريب نبكيو عندي ما نقول لك وكذا، وسمعت يا خويا. المهم فوتي حسيتار بين عايدة عرب وعمار جمال. تحية العايدة، تحية العمار، نسكن إن شاء الله ديما القلوب صافية يا خويا، وذاك الإسانسيال. تحية اللي يسمعوا فينا، تحية الإخراج وما أدراك ما الإخراج، تحية للتكنيسيان، التكنيسيان الكل اللي عندنا فيها فيم، وإن شاء الله حسابيه. مرحبا بك سمير السليمي، شكرا على وجودك معنا. ونجم نقول سكوب ولا لا، أنك يظهر لي اليوم آخر حصة قبل البطولة العربية باش تغادرنا في البريود الجاية، خاطر ثم أخبار قاعدة تخرج، ما حبيتش أنا نقول، حبيت تأكدلنا أنت. أي نأكدلكم إن شاء الله، معناها قاضي نربي باش نمشيو لدولة قطر وباش نواكبوا عن قرب البطولة العربية. وهنا شكرا للإخوة القطريين على كل المجهودات والتسهيلات اللي قدموهم لنا، بارك الله فيهم. ثم ان شاء الله المنتخب التونسي يكون، نحكيهم بعد المنتخب يكون في المستوى، وكيما معناها صرحوا المسؤولين الطرفاني والملاعبين الكل، الوصول الى ابعد نقطه ولا نقطه ممكنه في هذه الدوره. أيامات بدال عاد التنازلي على البطولة العربية، بدينا نشموا فيك الريحة العربية قبل البطولة كالعادة. إن شاء الله باش تكون عنا تغطية خاصة، نرجع لها بأكثر تفاصيل انطلاقا من الأسبوع المقبل على EFM. إن شاء الله باش تكون حاضرين على عين المكان، مش يفوتكم حتى شيء سوى غاديكا سير بلاس وإلا هنايا في التحليل الفني وفي التعليق. سمير سليمي حتى وانت موجودة غاديكا، راك باش تكون معنا زاد وقت اللي تسمح الفرصة موجود على الذم. مرحبا، الذم موجود، وكان تحبوا مراسل هاني موجود من الغادي مراسل. زوز ماشيين يعني. اي راديو بعثنا شكون مراسل مستنيو فيك نحن. لا انتم نعرف راديو يا فين بعثنا شكون مراسل غاديكا، ولكن باهي مراسل فني، مراسل فني يا خويا، مراسل فني للتحليل. هذا بوست جديد بالذم سمير سليمي. وليد قرفاله مساء الخير. انا سالم. مساء الخير، توحشكم برشا، ثلاث ايام من الاثنين دوك ما ريتكمش. مساء الخير سمير، حسام، عمار، نادر، كل المستمعين اللي تابعوا فينا على FM TV. ان شاء الله كالعاده نعديو حسابيا. حبيت حضر لي خير رمي ورود على شنو هذيك صحه، على شنو اللي عملته البارح؟ اش عملت؟ اش فما قربت وسمحت بين زوز من الناس، بون يمكن قسيت البوز على البعض، والبعض ما فهمتش. يزي ما خدموا بها الناس، ما استحسنتش بعض الناس اللي ما استحسنتش سمير. وفما شكون قال هذه ميزانسين يا خويا، حتى كان ميزانسين ما خرجت القلوب صافيه يا خويا. مثال يودي مثال شو هو مشكلتنا، اون شيخ ديما
لبتيت بيت كما نقولوا ديما تلقى حتى حاجه باهية نحبوا نعملوا منها حكايه وتمثيليه ومسرحيه باهية حتى كانها ميزون سين يا سيدي ميزون سين باهية وايجابيه مادام ما هي لنفترض انها ميزون سين ميزون سين فيها رساله ايجابيه ومعنى ودارس نجموا نستخلصوه واللي يسمعوا فينا واللي يتابعوا ينجموا ياخذوا منه العبره يا سيدي سيدي باهي اوكي ميزون سين ولو نقبلك كنت جاي اسمع زملائنا في الديوان او في الورتاني معناتها قالوا نو بما يعطيهم صحه باهي اش نعملوا عزا نخرجوا فاصل ولا نبداو في الانفو دو جور هيد خلينا نخرجوا فاصل ونبداو مباشره في الحصه نتاعنا مرحبا بكم من جديد في سبور بلس توا السبعة واربعتاش دقيقة بعد شوية باش نرجعوا بكل تفاصيل حول اجتماع المكتب التنفيذي للكاف لكن البداية بالنادي الرياضي الصفاقسي ورحلته نحو نيروبي العاصمة الكينية لانفو دو جور ما عرفش علاش سمير ووليد ناسين انه سي سي تلعب يظهر لي بالاكتواليتي الموجوده بالاكيب ناسيونال باللي صار الكل اي بان راهو عندنا دور تمهيدي مكرر نادي رياضي صفاقسي يلعب ضد توسكر الكيني نادي صفاقسي يتواجه الى كينيا السفره على غير سفره نيجيريا كانت 5-5 الوفد موجود غاديكا دونك نذكروا بالاطار وليد هو الدور التمهيدي المكرر من كاس الكونفدراليه الافريقيه هو اخر دور قبل دور مجموعات شوية معلومات على الفريق الكيني قبل ما حكيوا على السيسيس مركز 12 في البطولة الكينية مع العلم أنه بطولة كينيا ناقص بعض مقابلات فيها 18 نادي لكنه موجود مركز 12 انسحب من تشامبيونز ليج ضد الزمالك تعرفوا الدورة التمهيدي هذية هو جماعة اللي يسقطوا من تشامبيونز ليج يلعبوا مع الكاف انسحب ضد الزمالك بنتيجة عريضة جدا 4 بلاش في الذهاب في القاهرة 1-0 في الإياب في كينيا ولو العكس كيف كيف انا شاهدت الفريق هذا ايمن ضد الزمالك المصري في لقاء ذهاب في كينيا سمير اللقاء انتهى هدف مقابل صفر للزمالك صحيح لكن خاصه في الشوط الاول الفريق الكيني قلق برشا الزمالك المصري وفي فترات كان سيطر حتى عليه لكن ربما خنت الواقعية والنجاعة الهجومية ثم الحقيقة في الشوط الثاني كانت سيطرة كبيرة للزمالك وكان قادر يسجل حتى أكثر من هدف لكن بصراحة اللي نقوله خبرة السياسات وتاريخ السياسات في كاس الكاف الكاس هذه اللي نجم نقوله من اختصاص النادي الرياضي الصفاقسي واللي متحصل عليها عدة مرات تخليه نعتبره أنا مترشح بيرز ومترهن بيرز مش باش يتعدى الدور هذا لكن ان شاء الله الحصول على كاس الكاف ما ثماش علاش انه الفريق الكيني هذا اللي نعتبروه مغمور باش يوقف السياسات في المرحلة هذه من كأس الكاف. توافق وليد الرأي سمير ولا لا؟ لأنه ديما ندور ونرجع لحكاية إنه الفرق المغمورة الإفريقية راهي ما عادش كيما قبل راهي ولات قوية. نحكي زاد خاصة عن نادي رياضي صفاقسي زاد المهوش في أبهى حلة وأحسن فريق على مر التاريخ في نادي رياضي صفاقسي يمر بصعوبات وكذلك محروم نذكره مرة أخرى في كأس الكاف من ملاعبيته اللي كان انتدبهم اللي هما العراقي والملاعبية الآخرين. صحيح. والله انا قبل كل شيء ساعه موافق بيان سور وليد في الاتجاه اللي اخذاه في الحديث نتاعو نتالم انه كي نتكلم على سي اس اس في دور تمهيدي اسبيرانس كلوب لتوال سي اس اس ما يلعبوش دور تمهيدي من المفروض ديريكتومون يقارو يحم معناها شيء خلينا نقطه اخرى مهمه زروق اذا كان سي اس اس غير قادر باش يتعدى الدوره هذه سميع خليه ما يتعداش خير خاطر سي اس اس كي مش يدخل دور المجموعات يزم يمشي أبعد ما يمكن صحيح. تتكلم عن النادي الرياضي صفاقسي تو فهمت وبالتالي ما يزمش نحكيه في مواضيع هذية متاع دور تمهيدي وكيب مع احترامي للناس الكل تفرجت شوية في ماتش الزمالك ذولي تفرجت في الماتش غوتور متاع الزمالك وذي ونفس وضعية الزمالك مع ربما أفضل شوية لكن هي وضعية النادي الرياضي صفاقسي وحتى الزمالك توا في الفترة تعديت من الماتش ذاك كان في بعض المشاكل صحيح. الفنية وتذبذب أموره مش واضحة ورغم ذي فانتصر ذهابا وإيابا نادي الرياضي صفاقسي أنا نتصور حتى مع احترامي لكل فوارق كبيرة فنية تاريخ اسم سياسات كذا نعرف الكرة فيها مفاجآت ويزم يردوا بالهم لكن في النهاية المرور إلى الدوري المجموعات أمر حتمي بالنسبة للسياسات احنا نشاليو تو نحكيو على الدوري ما نجموش نتناقشوا في السياسات في دور تمهيدي هل يتأهل ولا ما يتأهلش هي ما فما خطر فما معطيات تخليك معناتها تاخذ الأمور بشكل جد والله يا يعني في مباراة هذين نحكيو على دور تمهيدي الدور اللي قبله اللي هو
نظريا اسهل من الدورة هذايا. راه لعب معنا فريق نيجيري من الرابطة الثانية نتاع نيجيريا ونعرفوا شنو اللي صار يا سمير. نعرف وتساؤلاتك كلها في محلها، وحتى حباء السياسات يعرفوا انه النادي هذا سفاقسي السنة ما اقنعش صراحة على مستوى اللعب وعلى مستوى المردود على مستوى ما موش مقنع السياسات، ولكن يا اخي في الاخر بكل يقعد ديما النادي هذا سفاقسي، معناها ملاعبي انا نلعب في السياسات وماشي نلعب في دور تمهيدي ثاني ولا مكرر كما قلت انت، ما عندي حتى قول انت بالمريول الابيض ولك على السياسات يتاهل نعطوش انا وياك وليد نلبسوا نربحوا هالكيني اسم السياسات معناها موش راهو شعبوية هذه واقع. بعد كي ندخل المجموعات وتدخل الامور الاخرى نحكيه، متوا ما فماش تصور اخر انه سي اس اس باش يخرج. يلزم النادي هذا سفاقسي يرد باله، هذا متفقين مما لا شك ولا اختلاف فيه، رغم حاله سي اس اس توا فانه الفوارق الفنيه بعيده برشا. وي بالتوفيق لنادي راضي السفاقسي مباراه يوم الاحد المقبل ضد نادي توسكر الكيني. الاطار هو ذهاب الدور التمهيدي المكرر من كاس الكونفدراليه، هو اخر دور قبل دور المجموعات. بالتوفيق لنادي الرياضي السفاقسي. الخبر الثاني باش نحكيوا عليه اليوم الدول برشا في وسائل التواصل الاجتماعي، اللاعب الدولي السابق واللاعب السابق للترجي والنادي الافريقي نادي رياضي البنزرتي اف سي سيون اسامه الدراجي يعتزلون نهائيا كره القدم. صار الاعلان من قبل اسامه الدراجي، قال الاورينتاسيون جديده نتاع مسيرته هو بلوتو ما بعد مسيرته ككره لاعب كره قدم باش يكون مدير في واحد من الاكاديميات لتكوين الشباب. تعليقك على الخبر هذا اعتزال أسامة الدراجي؟ لكل بداية نهاية أيمن، أسامة الحقيقة من اللاعبية اللي أكيد خلاه أثر كبير في كرة القدم التونسية، لاعب من حيث الموهبة سمير ما نجموش نشكو في الموهبة الكبيرة نتاع أسامة الدراجي، سي لو دون معناتها ناتوريل كما نقولوا نحن، فهمتني؟ تعدى في محطات كبيره، الترجي، نادي الافريقي، اف سي سيون، كان ينجب ربما سمير كان يعطي اكثر لكره القدم التونسيه اسامه لولا بعض الاختيارات. تعرف ديما الاختيارات نتاع اللاعب في مرحله معينه هي اللي تحدد المسيره نتاعو. ربما خرجته من الترجي لسيون في الوقت هذاك في الظرف هذاك اضرت باسامه اكثر من اللي نفعته، لكن رغم هذا ما نجم نقوله كان انه اسامه كان النجم يعمل ما خير اسامه الدراجي في الكارير بالنظر للتالون نتاعو بالنظر للموهبه. اللي قلت لك بخلاف الموهبه الى ان سيرتان مومون وصل لنيفو معين ستاندينغ معين كافضل لاعب افريقي محلي كان ينجم يعمل مخير. بالطبيعه ينجم يعمل مخير، كان نجم يوصل مخير وقت من الاوقات اسامه الدراجي هز بقيه اللاعبين اكيد، لكن اسامه خلينا نقولوها هز الدراجي على ظهره في فترة الدار 2011 معناتها ما ننساوش لو بين 2009 و 2011 اسامه الدراجي قاد فريق الترجي الرياضي، راهو الكاس العربيه الشامبيونز ليج كل بوتكاس الشمال افريقيا كل بطولات والكؤوس، اسامه الدراجي البلاي ميكر تاع الترجي وقاد الفريق. شو اخر شيء يطلبوا حق الرد كل من مايكل انرام ويوسف لمساكني؟ لا ما شكلناش كنا مع بقيه اللاعبين كان مجهود مجموعه سمير ما نعرفش كان توافقني، لكن اسامه كان كرقم 10 وكان ليدر معناتها في العمر هذاك 23 او 24 سنه انك تكون قائد فريق الترجي الرياضي والثقه الكبيره اللي وقتها زاده ما نساوش حتى له رئيس النادي حمدي المد بكل المدربين اللي تعدى وقت على الترجي من فوزي البنزرتي نبيل معلول يبنيوا فكره الفريق على اسامه الدراجي بالطبيعه الى في لي بوجور دو دو راي سمير. باش نعطيك سؤال هنا، برشا كومنتيرات قريتهم يقول لك اليوم قرينا الفاتحه على اخر لاعب 10 كلاسيكي في تونس، لكن الرقم العشرة صانع الالعاب الكلاسيكي من اسامه الدراجي ما صارش بعده ملاعبي اخر على الاقل في السنوات هذو ما لقيناش. ما تنساش زد طرق اللعب قاعده تتغير راهو من عام لعام، اساليب اللعب بدات تتغير. 20 سنه 25 سنه تالي كانت عقليه تو تبدلت عقليه ما عادش شكل لاعب 10 ما نحبوه احنا توانسه لاعب 10 في المينور جو ولا هو السونتينيل ولا هو البيفو اللي كنا نحكيوا عليه قبل من بيرلو لغوارديولا اللي ولاو هما يصنعوا اللعب الاركو. قبل كان هو رقم 10 مارادونا بلاتيني زيدان كذا. تغيرت الكره قاعده تتبدل وتتغير، لكن باش ما نتعمقهاش اكثر في الموضوع هذا وملاحظه في بلاصتها مازال عندنا سعد بقيرو في راس بالعربي في تقريبا في في البوست هذاك في الريجيستر هذاك. اسامه الدراجي
واحد من أفضل اللاعبين خلال العشرية الأخيرة أو أكثر الخمسة سنين الأخيرة من ناحية الموهبة. ونظن أنه أسامة الدراجي أعمل 30% من كاريره فقط، معناه نجاحاته اللي حكي عليها هو اللي شوية 30 سنة 35 ما نزيدش أكثر ما نزيدش أكثر. كان يمشي لبعيد 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 تلما عنده الموهبة وعنده مشكل عضلي. أسامة الدراجي في تكوينه عنده مشكل عضلي، خاطرين بعد جبته للنادي الإفريقي وتعاملت معاه تعملت معه عنده مشكل عضلي. وسام الدراجي في التمارين كي ينزل اكثر في الانترينمون مع يقف مع شي نجم يحب له تلهارين ثلاثة ايام باش يتقوي على المستوى البدني التمرين نتاعو، فانه ما يمشيش معاك ما يمشيش معاك وبدنه ما يتجاوبش. ممكن هذا سبب من الاسباب اللي خلاش ينجح في اوروبا. هذا مؤكد هذا مؤكد مخير. وحتى وصلنا في النادي الافريقي ولينا نعملوا له نوعيه تمارين تتماشى مع معناها نقصوا له شويه وقت نمشي ندير الدوزاج في الدوزاج سينو ماكش مشتلقاه. وهذا السبب الجوهري والاساسي انه في الترجي التونسي رغم التالق نتاعو ما نساوش في الترجي لانه كان صغير في السن وبدنه يستجيب، لكن بعد بالتدرج معناها بدا يلزم يعوض هذاك بالخدمه والعمل والخدمه والعمل تكوينه البدني معناها عنده مشكل عضلي خليته ما تنساوش حاجه اخرى اللي اسامه الدراجي قبل ما يمشي للسابي فكر في الاعتزال صحيح، ومن بعد سيابي عاودت رجعته ورقى جو كذا باش رجع معناها ورجع للنادي الافريقي زاد واحنا من سيابي خذينا اسامه. فكره الاعتزال تخامر اسامه الدراجي من تقريبا 6 سنوات ولا 5 سنوات وهو في سن مبكر. عاد نعطيك معلومه اخرى فكره الاعتزال زادت عزت بالكذا بالكذا بعد اللي صار مؤخرا مع الاتحاد المناصري. نجم اكد لك اللي تحس بالكذا بالكذا هذا مؤكد وتغش برشا وقال يزي يعتبر هذا تطيح هذا مؤكد إلي طون يقول لك نكرم راحتي بيتي. اي دونك خسرنا وهو كما قال الوليد بيان سور مش يجي نهار وشي بطل الكرة، لكن كنا ربما نلقاو ملاعبي في مستوى كبير برشا. ونحكيو على لوكادو شيخاوي نلقاو برشا ديكا اخرين اللي لي بليسور والمشاكل هذوما خلاتهم معناها ما يعرفوش يعرفوش الكارير اللي يستحقوها نظرا للقيمه الفنيه نتاعهم. وراو عبر التاريخ كره قدم تونسية برشا ملاعبيه فنيا توب ولكن على المستويات الاخرى ما لقاوش. حاب نسالك سؤال جاوبني عليه في 20 ثانيه طرق لها نقطه ذي وليد قرفيله. هل كان دراجي ضحيه بعض من الخيارات الخاطئه، طريقه الخروج مثلا الاحتراف وقتها في سيون، التايمينغ نتاع الخروج، خرجته من الترجي الرياضي التونسي تزامنت مع عركه وتصريحات خايبه ضد جماهير الترجي، كان ينجم يكون في غناء عنها وسام مع الدراجي. القيمه الفنيه للاعب هذايا كيما قلت لك انا في 30 ثانيه، أسامة الدراجي كان ناقص إحاطة حقيقية بالمسيرة نتاعو، وهنا تعرف الإجابة نتاعي شنية بالضبط، معناها الإحاطة من الناس اللي تعملوا بلون كارير يمشي عليها دي كونسيي سمير دي كونسيي وكي تخرج من الفريق مش هذا الفرق وكي تخرج من فريق يلزم تخلي معناها العباد الكل باهية معاك وتعرف وين تختار الفريق ووقتاش التايمينغ اللي تخرج منه في الفريق وين تمشي وين تجي. هذا كله مالوغوزمون أسامة اللي نتمنى له خاطر إنسان معناها عرفته من قريب وإنسان طيب برشا، نتمنى له مسيرة تدريبية إن شاء الله إن شاء الله تكون تمشي مع المؤهلات نتاعو إن شاء الله بالتوفيق. ونسلم برشا على أسامة الدراجي دونك اللي اعتزل لاعب الكرة نهائيا. نحكي تسويت على قرارات مكتب التنفيذي للكاف. اليوم كان اجتماع كبير برشا في القاهرة، مجموعة من القرارات نكتشفوها تسويت. شيفر دو جور 7 قرارات بالتمام والكمال يا وليد القرفيلة. أولا مباريات الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم ستلعب بنظام مباراتي الذهاب والإياب باستعمال تقنية الفار بعد البوليميك اللي صارت مؤخرا حول إمكانية أنه تتبدل الفورمول وتأثيرات، لكنها كانت موجودة ولوبيات خدمت وحكايات صاروا لكن ولا المصادقة على مقترح إقامة كأس العالم كل سنتين نرجعوا له بعد شوية، إبقاء شرف تنظيم كأس أمم إفريقيا في الكامرون كيف كيف بعد الأخبار اللي راجت مؤخرا حول عدم جاهزية الكامرون، المصادقة على السوبر ليج الإفريقي بدلا من رابطة الأبطال الإفريقية بشكلها الحالي. عديد من نقاط الاستفهام حول السوبر ليج الإفريقي اللي باش يكون محور الحديث الرئيسي متاعنا. كذلك مع قرارات أخرى الحقيقة أقل أهمية، منح الجزائر تنظيم كأس إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المغرب كأس إفريقيا تحت 17 سنة، وإقالة رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي. تعليقك والا شنو النقطه اللي تحب تتناولها وليد قرفيل؟
والله أهم حاجة بالنسبة لنا اليوم في المرحلة هذه هي تأكدنا وخبر به التوانسة والمنتخب الوطني التونسي أنه إن شاء الله مقابلة الإياب متاع الدور الأخير البراج باش تتلعب في تونس والإياب باش يكون في تونس، نحبه ولا نكره هذه تمنحنا فرصة خير سمير إن شاء الله باش نلعبه على حدودنا بريكدي إن شاء الله في المرحلة الجاية في الدور الأخير في البراج، رغم بعض التأثيرات أيمن ورغم بعض اللوبيات اللي حاولت تغير ربما النظام متاع البراج وتخليه في لقاء واحد في أرض محايدة، خاصة الجانب المصري تغليبا لمصلحتها الجانب المصري واضحين بحكم وجوده ما كانش موجود في رأس القائمة الأول، كان موجود في المجموعة الثانية، كانت فما تأثيرات مصرية، لكن الكاف اليوم حطت الأمور في إطارة ووضحت أنه اللقاء الإياب باش يكون إن شاء الله احنا في رادس، وهذا مهم إن شاء الله بالنسبة للمنتخب التونسي. الحاجة الثانية هي المصادقة بالإجماع على كأس العالم كل سنتين، هذا اللي ما صارش سمير في مع اتحادات أخرى، لأنه نفس هذا المقترح كان تم اقتراحه على اتحادات أخرى، هنا نحكي على أوروبا على أمريكا اللاتينية، لكنه ما حظاش بالموافقة، رفضوه، قال لك ليه اليوم الاتحادات الإفريقية وبالإجماع عايمنا بالإجماع وافقت على القرار الغريب هذا بصراحة أنه كأس العالم كل سنتين. وهناك أنت تسمح لي أيمن ربما ما عندي تفسير معناتها بتبيع أنت هنا باش تفسر لنا الخفايا والكواليس اللي صارت ربما في انتخاب باتريس موتسيبي رئيس الكاف الجنوب الافريقي الافريقي لكرة القدم. كنا نعرفه أنه المرشح الأبرز وقت الاتحاد وقت الانتخابات تاع الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف كان الموريتاني أحمد ولد يحيى، لكن الحقيقة صارت خلينا نقولوها بين قوسين بيع وشراء، وتم ربما حديث مع أحمد ولد يحيى أنه يكون هو نائب الرئيس رغم الوزن متاعه الكبير اليوم الموجود في الكاف، وجاني انفونتينو نجم نقول لك المرشح متاعه كان باتريس موتسيبي الجنوب الافريقي والرئيس السابق فريق سان داونز. دونك خلينا نقولوها بصراحة اليوم الفيفا سمير وضعت يدها على الكاف، هيت نعطيك تيتر، هيت نعطيك عنوان موتسيبي هو بيدق جاني انفانتينو، هذا هو بيدق منفذ القرارات والمؤثر بتبيع. انت كي باش يجيني انا رئيس الكاف يطلب مني باش نصوت على مقترح ولا قرار معين نمشي معاه في اثنين، نعرفوا الامور كيفاش تصير، نعرفوا الناس الكل تحب تحافظ على الكراسي نتاعها، نعرفوا ما احنا اليوم في العالم الثالث على غالب خلينا نقولوها في افريقيا السمع والطاعه كما نقولوا. دونك هذا هو اللي صار، انفونتينو في افريقيا اليوم قاعد عن طريق باتريس موتسيبي والاتحادات الافريقيه يعدي في القرارات اللي حب عليها الكل. كذلك من بين القرارات اللي معناتها لم تقبل في الاتحاد الاوروبي ومقترح السوبر ليج اللي كنا حكينا عليها عم ناول وش صار ما صار، ريال برشلونه تشيلسي شكون معاه شكون ضد، في الاخر سقط نهائيا المقترح بتاع السوبر ليج. السوبر ليج الافريقي معناتها هنا المقترح وتمت المصادقه عليه، اللي يفوتك اغرب انه المصادقه تصير بالاجماع، مانيش فاهم انا تو كيفاش صادقوا على سوبر ليج الافريقي، مع العلم انا معنا عليه حتى معلومه سوبر ليج الافريقي اش قالوا هما المصادقه على سوبر ليج الافريقي في انتظار نفهموا شنو المسابقه، في انتظار نعرفوا قداش من فريق، في انتظار نفهموا النظام بتاع المسابقه كيفاش تترشح لسوبر ليج، هل ستلغي سوبر ليج رابطه الابطال ام باش تمشي معاها اون باراليل. الاسئله هذه كل ما فيها حتى اجابه، اما يصادقوا هانا هانا صدقنا على مسابقه ومن بعد نشوفوا كيفاش نحكي، معناها كلي يقول لك قطوس في شكاره، قطوس في شكاره والله ما بالحق معناها صادقوا توم بعد ولا كيما كنا قبل زكي توم بعد تعرف عليه زكيت هكا ولا لا هو تفاسون كيما يعرف في مجلس النواب قبل يزكي يودي يصوت ما يعرفش فيه القانون بل تيصوت وكها صوت وسكت نفسر لك من بعد المهم فهمت. دونك هذيك هي الوليد شاف الاتجاه اللي كنت ماشي فيه هنا بالضبط، الكاف توا سي لانتي شامبر نتاع سي هكا ولا وليد، الكاف سي بنيه صغيره نتاع الفيفا والتدخلات اللي صارت في الانتخابات الاخيره خير دليل على ذلك، وانفانتينو معناها عنده اليد العليا في مثل هالقرارات. به السوبر ليج هذه مشروع انفانتينو، وتكلمنا في انتقادات كبيرة من بلاتيني ومن عدد كبير من الوجوه الرياضية المعروفة على انفانتينو طريقة تسير كرة القدم، وأنه يشوف في كرة القدم
كمورد لجني الأموال والأرباح على صحة اللاعبين وعلى صحة الواحد. وهذا الكلام اتقال برشا, وفي المقابل كانت فما انتقادات كبيرة على مستوى السوبر ليج وعلى مستوى الأمور هذه كلها. وكذلك ما ننساوش أنه كيف تتلعب بطولة ترفضت في أوروبا وتعطيها الإمكانيات في إفريقيا, إمكانيات المادية ومن كل الظروف الأخرى التنظيمية, يقول لك نعطيه تسويق ونعطيه صورة به للبطولة هذه باش نأكدوا لشكون للرافضين للسوبر ليج أنه راكم كنتوا غالطين. وين نجربوهم؟ نجربوها في إفريقيا. دونك نحن لابوراتوار متاع الفيفا. أيوة هك جيت الكلام اللي حاجتي به, نحن مخبر تجارب لمشاريع. يا أخي احنا نفايات أوروبا ما جينا لهنا وجينا للواحد. يا أخي كان عندهم تجارب نووية ولا تجارب كذا ولا تم, هو في إفريقيا تم. يا أخي لازم نعرفوا الموضوع الذيب على حقيقته هكا ولا وليد كما هذا الواقع متاعنا. دونك حتى على المستوى الرياضي كي يبدأ مشروع فيه شك ولا فيه كذا ولا فيه, ما زلنا مش حابوا نشوفوا الجدوى نتاعو, الجدوى نتاعو برا جار في افريقيا. في المقابل اش نعطيك؟ في المقابل نعطيك امكانيات ماليه كبيره ونعطيك معناها تولي 9 و10 في رقم ليديسيون جايه مش تشارك في افريقيا, نعطيك تحفيزات, نعطيك على المستوى هذا. لكن في المقابل انا قاعد مرر في حاجات اللي انا نشوف بهم كره القدم المستقبليه اللي ما نجمش نفرضها في اوروبا نمشي في افريقيا وتدريجيا نعممها. وليد قرفيل خلينا نقعد معاك في السوبر ليج الافريقي. ما نعرفش هنا شنو هي المعلومات اللي نجمو نعرفوها على السوبر ليج الافريقي, ام هي معلومات منعدمه؟ المعلومات اللي ربما البزنس باش يولي اكثر واكبر, فما فلوس اكثر باش تكون. شو معناها بزنس للانديه والا في الخفاء وفي الكولوارات؟ لا لا حقوق البث التلفزي اكيد باش تكون اكبر. من الناحية الرياضية يبدو أنه اليوم الكريتير معناتها متاع الاختيار متاع النوادي نجم يتغير سامية, هذا هو يتغير حسب المصلحة التسويقية التسويقية تاع الاتحاد. شنو معناها؟ شنو معناها؟ شنو معناتها الكريتير متاع اختيار الأندية حسب المصلحة؟ هاو التفكير كيفاش مثال شوية نتفاعلوا مع بعضنا الناس الكل. أكثر الفرق شعبية في مصر أنا هي أهلي وزمالك, تحبوا فريق ثالث شوفوا الإسماعيلي. في تونس أكثر فرق شعبية الترجي الإفريقي, تنشوفوا نجم ولا سي اس اس. أكثر فرق شعبية في المغرب رجاء بيضاوي والوداد, تنشوفوا فريق ما أكثر الفرق شعبية باش تجلب أكثر عدد من الجماهير وأكثر عدد من نسب المشاهدة, نشاركوهم في السوبر ليج. هذه المعطى تفكير الأولاني باش ننجح العملية التسويقية. لكن رياضيا أنا كفريق نبطلوا الشامبيونا ما عادش نلعبوا. دونك هنايا ما الجدوى من رهان انك تكمل الاول والثاني لتتاهل الى رابطه الابطال والاستحقاق انك تمشي لرابطه الابطال وما ادراك, فما ميريت رياضي هنايا نحيوه. دونك هو الاسبري تاع الرياضه كوميرسيال هو لا الاسبري الاصلي اللي تخلقت عليه الرياضه بصفه عامه شنو هي؟ المنافسه الشريفه في 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 اطر رياضيه, والاحسن والابرز هو اللي يتوج. هنا مش الابرز والاحسن مش اللي يتوج, الاكثر شعبيه والاكثر مردوديه ماليه, وهنا مش يكون الاختر. فهمت توا كيفاش؟ مؤكد جدا. حاجه اخرى, اذا كنت مش تعمل السوبر ليج بالطريقه هذه وعندك من الغادي بطوله عربيه اللي جمعت معظم الانديه ومبالغ ماليه كبيره, هل اللي عندها نفس التوجه سمير نفس التوجه حب الفرق اللي عندها قاعده جماهيريه كبيره؟ دونك هنا هل انه السوبر ليج هذه غايتها باش تضرب البطوله العربيه وباش تقصي اللي يستحق رياضيا حتى كان ما عندوش شعبية وما عندوش الفلوس وما عندوش المال؟ انا رياضيا تحصلت على بطولة ولا جيت في مرات مثيري من حقي اني نشارك في الشامبيونز ليج. نقطة اخيرة, تبدلت القواعد نتاع الشامبيونز ليج في اوروبا ولا مش كانت بطولة امم اوروبا ولا الاندية بطولة الاندية ولا التسعينات وكانت شفامة الاخرى كأس الكؤوس, بطولة كأس الكؤوس ما نغيرناها, شنو اللي تطور فيها؟ بالعكس النسخة القديمة كانت أكثر متعة صحيح. وأكثر فرجة. الفريق تحصل على كاس يلعب في الأندية أبطال الكاس, ويتحصل على البطولة والفريق الثاني يلعب في نزيدك حاجة أخرى معناها فنيا الكرة ما تطورتش راو وهو دخلوا عليها من بعض الفار فنيا ما تطورتش, بالعكس ولات الكرة بتاع العشرية الأخيرة كرة عقيمة صحيح. ولات كرة ما تفرش ولات كرة كذا. ثم أنت كلمة ونختم, كي تكسر حاجة في سوق
في سوق يكسر البنان، تكسر البرتقال، يكسر كذا في يمصات. يمصات ولا يمصات كثر من العسل يمصات، وكتنقص منه وتولي فيل لعبد الكل تمشي عليه. كي تعمل لي انت خويا كاس عالم كل عامين انا ما عادش تفرج فيها، ما عادش تفرج تولي فما تخمه. هنا فقط فعلا مع كلامك انه تو مثلا ناخذ ليكزامبل نتاع بطوله امام اوروبا كانت ب 16 هكا ولا لا ولات ب 24، ما عندكش فكره قديش اخر زوز نسخ نتاع بطوله اوروبا قديش معناتها؟ انا شخصيا تفرجت تقريبا من الكار دو فينال وانت جاي اونكور كثروا منتخبات ويلز وسكوتلندا وليشتنشتاين ودراشنو هذوكم الكل ما كانوش يتاهلوا ولاو يتاهلوا فهمت، وكثروا الماتشوات. اوكي كي كثروا الماتشوات كثر سبونسورينغ ولا ثم مداخيل اكثر، لكن ما عادش فما كوره ولا نشوف ياسر منتخبات متوسطه وبلغاريا هما نعرفش شكون، ما عادش نجم تتفرج في 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 مباريات كره قدم. كاس عالم كل سنتين شنو اخر معناه؟ كاس العالم في كاس افريقيا في الكاميرون رسميا اي بعد الكلام اللي خاصه في نهارين الاخرانيين حول انه الكاميرون ماهيش حاضره والملاعب مش حاضره، ولو انه لجنه التنظيم البارح هبطت بعض الصور ورات الملاعب في الكاميرون انها جاهزه بنسبه كبيره. خرج بربي عاد هو عملوا لهم بريسيون قالوا لهم عندكم حتى 30 نوفمبر يا اخي هبطوا تصاوري زفتوا في الكياس ولا شنو زعما هنا حاضرين انت اسمع اللي صار بين الكاميرون والكاف مهزله والله مهزله اللي صار نهار التالي والله سمير يعرف تبارك الله لاعب عشرات المقابلات في الافريق والله هذاك الشهر نتاع الافريق والله هذيك هي هذيك يا اخي خليها في الكاميرون هذيك هي الماما افريقيا باش يقول فوقي كنت تمشي لقطر تولي يسر واي حاجه يدخلوا بها اللي ما عندوش يذور لي حتى اللي ما لقاش توا تيرا 6 في باش يلعب باش يقولوا باش يمشي يلعب في قطر وداجو هي حتى قطر ما تكونش في باله بالموضوع. لا لا احنا نحبوا ان شاء الله كاس افريقيا تقعد في افريقيا مهما كانت الظروف مهما كانت المطلع. وسامحني زاد سامحني في الكاميرون معناتها تي عندك تي كانت الاخرانيه في الكاميرون وتنحت لها ولات في بلاصه اخرى التو 4 سنين وهي تحضر التو ما خلطت معناها الاخرانيه تلعبت في مصر هكا ولا ما كانتش في مصر كانت في الكاميرون عطاها يخلتوا لا حضرت روحها زادتي مش معقول معناها تصير في الكاميرون والكاف اليوم وضعت اكيد نقاط على الحروف وحكايه هذه اكيد انها حسمت فيها بطريقه كبيره كما قالت 95% مش شيء اللي طلبته موجود اكيد ان شاء الله باش نشاهدوا كاس افريقيا ان شاء الله في الكاميرون. باهي واضح جدا هذوما دونك في خصوص قرارات المكتب التنفيذي للكاف اليوم كان الاجتماع. اهم حاجه ذو اللي تهم منتخبنا الوطني التونسي هي مباراه الدور الحاسم المؤهل لكاس العالم ستلعب بنظام مباراتي الذهب والاياب باش يكون موجود الفار والاياب سيكون مع الخمسه منتخبات اللي موجوده في التصنيف الاول في تصنيف الفيفا دونك منطقيا منتخبنا الوطني التونسي سيكون موجود في مباراة الإياب نتاعو ستلعب في رادس. نخرجوا فاصل صغير بعد الفاصل باش نرجعوا نحكيوا على البطولة العربية. منتخبنا الوطني التونسي يشارك في البطولة العربية اليوم يشد الرحال باش ناخذوا البطولة العربية من كل جوانبها. عليكم الجديد في سبور بلس توا 7:42 نحكيو تسويت على منتخبنا الوطني التونسي اللي يشد الرحال نحو قطر. أي هدف حقيقة هيت اليوم نطرحو ديبا شنو هو الهدف من مشاركة منتخبنا الوطني التونسي من البطولة العربية؟ تاكو تاك بعد شوية نعطيكم القائمة الكاملة متاع الملاعبية اللي توجهوا اليوم لقطر. ثم بعض الملاعبية باش يلتحقوا مباشرة غاديك في طرابلس المنتخب في قطر. سؤالنا اليوم البطولة العربية ومدى أهمية التتويج بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي. هنا ثم زوج جوانب رياضيا وماديا. البطولة العربية وأهمية التتويج هل هو هام لازمنا اليوم نمشيو القطر باش نهزوا البطولة العربية وإلا غير هام وهي مجرد بطولة عادية والأهم هو الكاف الكان والمسابقات المقبلة؟ نبدأ معك وليد القرفيلة. أي أهمية هام وإلا غير هام مشاركة منتخبنا الوطني التونسي؟ 40 ثانية للإجابة 3-2-1 توب كرون. هام جدا أيمن على المستوى الرياضي اليوم فرصة كبيرة المنتخب الوطني التونسي خليني نقولها بالفرنسية سمير بور انونسي لي كولور قبل كاس افريقيا باش منتخب يوري اليوم راني حاضر راني جاهز للكاس الافريقية وللدور البراج الاخير
تاع كاس العالم، مهم برشا لبرشا ملاعبية باش يأكدوا جدارتهم واستحقاقهم بالتواجد مع المنتخب الوطني التونسي، خاصة الملاعبية اللي غابوا برشا على المنتخب وجاتهم فرصة باش يكونوا موجودين. ومهم كذلك على الجانب المالي سمير، 5 مليون دولار للفاز يدور اللي يساهموا في تعبئة موارد الجامعة التونسية لكرة القدم اللي مستحقة ربما الأموال في الفترة القادمة. طيب نرجعوا النقطة هذية بالذات مهمة جدا، نرجعوا لها بعد شوية. سمير السليمي هام ولا غير هام؟ 3-2-1 توب كرون. لا هام بطبيعة الحال، صرح رئيس الجامعة، صرح الإطار الفني، صرحوا الملاعبية أنهم بطولة مهمة وأنهم ماشيين من أجل تحقيق اللقب الإفريقي ولا الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة. اثنين على مستوى الرصيد البشري منتخب التونسي بارابور على الفرق المشاركة، يعتبر رصيد محترم إذا كان قارنوا المغرب والجزائر ومصر، نلقى واحد رصيدنا بشري محترم فيه ملاعبية عندهم برشا خبرة. النجاح نتاع البطولة العربية هذه مش يخليك تدخل لكأس إفريقيا بمعنويات مرتفعة، وأجواء اللي عشناها في ماتش زامبيا وقبل زامبيا، الأجواء المشحونة والانتقادات نتاع منذ الكبير، ربما من خلال البطولة العربية هذه نصفيه معناها الأمور الكل ويدخل المنتخب هذا في الأخير الكومبيتيسيون هذه على المستوى المادي مهم وعلى المستوى الرياضي تحضيرا لكأس إفريقيا. نقعد معك سمير السليمي قبل هذا يا خيط، خلينا ناخذ نتائج تصويت الجماهير. تصويت الجماهير شنو يعتبروا؟ يعتبروا 75% من الجماهير تعتبر أنه مشاركة منتخبنا والتتويج بالبطولة العربية هو هام، فقط 25%. خلينا نقعد معك وليد وناخذ تعليقك على النتيجة هذية، 75% من الجماهير مهتمة بالبطولة العربية. مهم جدا أنه نعرف اليوم البطولة العربية مدى أهميتها. ترى اليوم الدباء قاعد يطرح تقول لك شنو هو بطولة عربية، شكل حكاية ودرا شنو، فمش كون ليه معناتها اليوم موضوع يطرح. بتبيع الجماهير التونسية تحب شو هي باش تكون كأس عالم مصغرة، واكيد انها باش تحظى بمتابعه كبيره، واكيد راهو شو الجمهور ينجم يتغشش على المنتخب نتاعو، ينجم في فتره ما يبقاش علينا في الغش. علينا في الغش نحكي هنا رياضيا بطولتنا. سي نورمال الناس تعرف انه الكاس هذه اليوم عندها قيمتها، انه المنتخب الوطني التونسي تزيدوا على المستوى الرياضي هذا، كان يوصل الابعد الادوار دور نصف نهائي ولا دور نهائي ولا يتحصل الكاس، باش تزيدوا على المستوى الرياضي كما قلنا، باش تزيدوا حتى على المستوى المالي. لذا اليوم الجمهور التونسي والتوانسه الكل واعيين أهمية اليوم أنه المنتخب الوطني التونسي يوصل لأبعد حد في البطولة هذه. كما قلت لك البطولة أكيد باش تحظى متابعة هامة، كما مش كان في تونس، في العالم الكل باش يتبع. كما قلنا مرة أخرى اختبار جدي اليوم القطر، واختبار جدي حتى للمنتخبات المساوش، مش كان المنتخب الوطني التونسي، فما المغربي الجزائري المصري كلهم زادة باش يلعبوا في كاس افريقيا، وكلهم باش يلعبوا في الأدوار الإقصائية الأخيرة تاع كاس العالم. معناتها اليوم المنتخبات هذه الكل عينيها على الكاس وتحب تتحصل اكيد على الكاس العربية هذه. هذا اللي يفسر ربما انه 75% اليوم من الشارع التونسي يقول انه الكاس هذه باش تكون مهمه برشا بالنسبه للمنتخب. خلينا ناخذ زاده تعليقك سمير على 75% ذوكم. الاهتمام الجماهيري هو اهتمام جماهيري باهميه البطوله هذه لمنتخبنا الوطني التونسي رياضيا، والا بالبطوله بشكل عام، لانه الجماهير مهتمه باش تشوف قطر، باش تشوف التيست هذا، باش تشوف استادات، بشوف الاخراج التلفزي، الناس الكل السنه وفي البطوله بشكل عام، بغض النظر عن انه اهميه البطوله رياضيا بالنسبه للمنتخب. صحيح سي، قبل كل شيء 75% نعتبرها نسبة مئوية معقولة باعتبار أهمية هذا الحدث. وتو تشوفوا انتم من الحفل الافتتاح المبهر اللي حطوا فيه برشا إمكانيات ونوعية الصورة اللي مش نلقاها في التلفزة. عندك سكوبي ذولي على حفل افتتاح اوتوماتيكمان. اي باش اوتوماتيكمان باش تشد المشاهد. قبل كل شيء احنا في اوروبا الواش نشدوا برشا على الماتشات، خاطر نوعية الصورة والاخراج الابهار سيكون موجود. دوك اوتوماتيكمان مش تلقى الببليك العربي ولكن التونسي مش تلقاه قدام التلفزيون باش تفرج. على المستوى المادي حكينا عليه، 5 مليون دولار راهو شيء مبلغ فلكي باعتبار انه كان يدخل تونس ان شاء الله يدخل يغير برشا معطيات. الناس الكل مستفاده من هذا الحدث. خلينا نحكيوا على كلمه تاع تونس، نبداو بالاتحاد التونسي لكره قدم، مبلغ وقدره باش يدخل الخزينه نتاعو، على المستوى الانتقادات، على المستوى كل شيء الامور تهدى قبل شهر من كاس افريقيا، هذا مهم. على المستوى الاطار الفني اللي الانتقادات جاتو بصفه كبيره ياسر في الفتره الاخيره، وفما شك وفما شكون مشى حتى الاقتراح بعض الاسماء هكا ولا لا. تصور انت منذ الكبير تحصل على بطوله العربيه ولا واحد
باش ينجم بعد يتكلم على منظر ونقعد نستناو في كاس افريقي. دونك عطاه منظر روحه فرصه من خلال البطوله العربيه انه يخدم في اجواء مريحه مع الاطار الفني نتاعو. نمشي نهبط للملاعبيه. ملاعبيه فما اسامي غايبه عندها 4 ولا 5 سنوات، وفما ملاعبيه تجي للمنتخب وما تلعبش بالكل وتروح متغشه. هذه البطوله العربيه فرصه للملاعبيه هذوما وميساج باش يعطيوه للببليك والمنظر الكبير للاتحاد التونسي ورئيس الجامعه، يقول لهم يا ناس انا موجودين. العيفة يقول لك انا هاني موجود، الشيخاوي يقول لك هاني موجود، في راس بالعربي، سعد بقير، حنبال المجربي، كل ملاعبي موجود غاديكم شيخ فرستو ويلعب. مش يقول مساج انه راني موجود ومكاني نستحقه في المنتخب الوطني، وهنا تكون المنافسة كبيرة برشا، ولا ربما تتغير نوعا ما بعض المعطيات بعد البطولة العربية. خاطر اذا كان يبرز ملاعبي بدرجة كبيرة ويكون هداف ولا يكون ابرز لاعب في الفريق ولا هو اللي يجيب لنا البطوله ولا حارس يتالق ولا كذا، فاني نظن انه من خلال البطوله العربيه باش يكون موجود. سمير نقعد معاك، عندي ليك سؤال. البيرفورمانس اللي باش يقدمها منتخبنا الوطني التونسي في البطوله العربيه سواء كانت ايجابيه سواء كانت لا قدر الله سلبي، هل تعتبر مقياس ينجم يبني من خلالها ولا يقيم من خلالها المكتب الجامعي أو الجماهير أو الصحافة اليوم البطولة العربية؟ هل تنجم تلوم خيارات فنية وإلا نقوله خطر هيت نقرأ شوية أحداث؟ لو سنتوج بالبطولة نعمل أداء ممتاز جدا فستحسب البطولة العربية، لو لا قدر الله كان سيناريو سلبي مالها إلا مجرد بطولة عربية؟ هذا شو بشي يصير سمير سليمي معنا؟ هذا نتصور هذا لا بشكون. أنا نظن أنه إذا كان لا قدر الله فما إخفاق مش يكون فما انتقادات تتزاد وتتضاعف على الانتقادات الموجودة على انتقادات. هو سمير خلينا نتفاعل معاك، خلي جوست يكمل لونشيمون تاعو باش نعطي معلومة في الواحد. صارت جلسة بين وديع الجري ومنظر الكبير، حسب المعلومات اللي عندي انه في الجلسة هذه مهما كانت نحاولوا نلعبوا ونحاولوا نقدموا لو ماكسيموم، معناتها نمشيوا لابعد حد في البطوله العربيه، لكن مهما كانت مش معناتها ابعد حد، مش معناتها نصف نهائي هذيك هي اكيد ديما الاوبجيكتيف انك نصف النهائي، معناتها زاده باش نتيحوا من الدور الاول، معناتها هذيك باش تكون اخفاق. معناتها هنا باش نتيحوا يا قطر يا العراق، زاده قطر وعراق زاده ماهمش زاده منتخبات صف ثاني وثالث. هو الميساج في الجلسه قطر بطل اسيا، مهما كانت النتيجه راهي ماهيش باش تكون مقياس، وراك درجة أخرى مكش مهدد لو الأمور ما مشيتش في الكأس العرب. هذا اللي صار بين رئيس الجامعة وديع الجري والميساج اللي عداه. خاطر ما نجمش رئيس الجامعة قبل بأسبوعين من بداية كأس أفريقيا راح مدرب، دونك بصفة آلية الزوز بطولتين الاثنين مربوطين ببعضهم، ما تنجمش قبل ليله صلى الله انت باش تنحي منظر قبل التلفون يجيب التلفون الجديد. وشكون المدرب باش يقبلك قبل ليله صلى الله باش يقولك؟ دونك انا نظن انه قرار منطقي انه الاطار الفني هذا مهما تكون النتائج بتاع مش يشارك في كاس افريقيا ومن بعد يصير التقييم، هذا مؤكد هكا ولا لا؟ ولكن انا نتكلم من ناحيه انه الفرصه البطوله العربيه دي للناس الكل يجب تستفاد منها البطولة العربية دي سواء لعبية ولا إترفني ولا غيره باش يمشيوا أبعد مدى في البطولة هذه واللي مالي الحصول عليها متعلشها الكورة، فهمتي؟ باش تكون فرصة للناس الكل. لكن سؤال زروق سؤال وجيه برشا، وكان تحطه توا في السونتاج ممكن تلقى 50-50 هكا ولا لا؟ ممكن تلقى 50-50 خاطر سؤال كل واحد ينجم يتناوله من الزاوية متاعه. واضح جدا باش نعديو معناتها تصريح مهم جدا وزاوية مختلفة. وليد قرفالة برنامج المنتخب الوطني التونسي نهار 3 المقبل 30 نوفمبر تونس موريتانيا 11 متاع الصباح، بعد 3 أيام نهار الجمعة 3 ديسمبر تونس سوريا، نهار الاثنين تونس الإمارات نهار 2-6 ديسمبر. منطقيا فرضيا ونظريا منتخبنا الوطني التونسي في الدور المقبل شو عندك؟ نتصور الحقيقة على منتخب في طريق مفتوح، منتخب السوري يعرف بعض المشاكل خاصة على المستوى الإداري في الفترة الأخيرة ونتائجه حتى في تصفيات كأس العالم في كأس آسيا نتائج متذبذبة. المنتخب الموريتاني نعرفوه ويعرفنا الحقيقة موازين القوى ذولي سمير متباعدة من منتخب الوطني التونسي والمنتخب الموريتاني. منتخب الموريتاني عنده زوز ملاعبية مهمين ما همش باش يكونوا موجودين في القائمة ومش باش يشاركوا في الكأس العرب. المنتخب الإماراتي منتخب
ماهوش خايب، عناصر ماهيش خايبه، لكن يشهد زيادة غيابات ابرز الاسماء، نحكي على عموري، نحكي على احمد خليل، ملاعبيه عندهم وزنهم في المنتخب الاماراتي، منتخب شاب، هما عملوا سمير اكثر المنتخب الاولمبي، عملوا لما الجام بين بعض اللاعبين القدم، وعناصر من المنتخب الاولمبي الاماراتي اللي هو منتخب ماهوش خايب، وباش يدخلوا يشاركوا بالطريقه هذه بالمنتخب هذا خليط بين الخبره والطموح. نتصور الحقيقه المنتخب الوطني التونسي ما نقولش في طريق مفتوح، لازم يرد باله، لكن نتصوره باش يكون متصدر المجموعه هذه ان شاء الله. هذا ما نتمناه. رياضيا نكمل معك مجموعات منتخبنا الوطني التونسي قبل ايامات قليله من بدايه شارة انطلاق البطوله العربيه. ساعة معظم المحللين ولا نقاد الرياضيين قبل بداية البطولة هذه في مجموعة تونس صنفوا تونس هو الأوفر حظا لتصدر هذه المجموعة، وبناوا التحاليل نتاعهم على معطيات حينية، معناها الفترة الحالية، واللي قالهم وليد ما حبش نعاود نكلمه، كسوا على المنتخب الإماراتي ولا السوري ولا الموريتاني كذلك، وقالوا أنه المنتخب التونسي هو الأفضل، وهو تقريبا عنده الحظوظ الأكثر أنه يتصدر المجموعة ويتعدى. شو يقعد؟ يقعد حسن التعامل مع ثلاثة مباريات. أنا عندي في قطر تحت ذمتي 20 لاعب، وعندي ثلاثة مباريات، الأولى تبدأ نهار كذا في الساعة كذا، والثانية كذا، والثالثة كذا، وهذا كلهم يلزم يكون فما اختيارات وليد ذكية في حسن استغلال الرصيد البشري المتوفر عندك. تعامل مع كل مقابل. يلزم تفهم حاجة، أنه ما تنجمش تلعب بنفس الفريق ثلاثة مباريات هكا ولا لا؟ هذه معنى معروفة، يلزم تغييرات، لكن التغييرات كيفاش؟ لانك انت باش تلعب ماتش الاولاني مع موريتانيا، ثم مش تفرج في المنافسين نتاعك، ومن خلال الفرجه في المنافسين وتحليلهم ودراستهم وقتها مش تجيك الخيارات او الافكار على مستوى اختيار التشكيل. اللي اذا كان منظر يحسن قراءه المنافسين اللي هم مش يكونوا سوريا والامارات، خاطر موريتانيا الماتش الاولاني ونعرفوهم مانيش في حاجه. لكن شخصيا نشوف موريتانيا اصعب من سوريا، واحنا نعرفوها ومتعودين عليها، كانت عداو الماتش الاولاني وننجحوا فيه، ومنظر يعرف يختار معناها الفريق نتاعو، خاطر يمشي يتفرج النقاد الكل باش يتفرجوا في المباراه يتفرجوا. دونك هنا تسهيل المهمه نوعا ما. ونحن نحكيو على قطر، مهم جدا باش نحكيو على ثلاثه توانسه موجودين في المرحله النهائيه لمسابقه عالميه في اختيار تصميم سياره كاس العالم قطر 2022. الديزاين هذايا عملوه مجموعه متوانسه المقيمين في قطر. سليم الناشي واحد من الديزاينر المصممين نتاع سياره كاس العالم كان عطانا التصريح هذايا، تسمعوه. مرحبا بكم، مرحبا بكافه مستمعي اي اف ام اي سورتو ايميسيون سبور بلس. الكومبيتيسيون هذه تتمثل في تصميم ديزاين سياره تحت اسم The Iconic Limousine. المبادرة ذي أطلقتها قطر توريزم ان بارتنيريا افيك شركة مواصلات قطر. الهدف الكل من الفكرة هو تقديم تجربة نقل مميزة، ديزاين وسيرفيس سبيسيال مش يكون دوران الكوب دي مون سبيسيالمون، من خلاله اللي هو يعكس الثقافة والضيافة القطرية. بغيف الفكرة جات من الأولى وكنشارك وكها، ومعناها ما كنتش نتوقع معناها مش توصل الحكاية هكا. الكومبيتيسيون هذه فيها دو بري. بروميي بري اللي هو مش يكون مختارين جوري متاع وزارة السياحة هوني في قطر. دوزيام بخي اللي هو معمول على الببليك فوت هذي. دونك كان ديزاين متاعي 105 وحاجتي بالسوبورت متاعكم الناس كل. وعلى فكرة مانيش وحدي، راه فما زوز توانسة اخرين معايا. دونك احنا انتو ثلاثة توانسة، فما 404 وفما 167، هذوما اللي تخوى ديزاين تونيزيان اللي ينجموا العباد يفوتيول. نشكر الناس الكل اللي تفاعلوا مع الحكاية واللي بارتاجيوا لي سورتو البوست متاعي واللي فوتيو اللي زاد سورتو، يعطيهم الصحه الناس كل، وان شاء الله ديما هكا منورين بعضنا. ان شاء الله ديما منورين بعضنا ومحليهم. معناتها وضعيات كيما هكايا تزيد تبرز انه هاو تونسي شنو هو قادر يعمل، وصل للمرحله النهائيه. حاشوا بالفوت نتاعكم، هاكم التفاصيل كل قالهم هو كيفاش تدخلوا تصوتوا لل 105، ثم زوز توانسه الاخرين. نجم نكونوا فخورين يظهر لي. بالطبيعه وديما احنا حاجه في كل المجالات، ديزاينر كذا. تونس راس مالها هي الامكانيات البشريه، لا عندنا برشا بترول، لا عندنا ربما اقتصاد قوي، ما عندناش برشا فلوس، لكن الإنسان في تونس الحمد لله سمير في كل المجالات عنا الإبداع، عنا الكرياتيفيتي، وهذا اللي خلينا ديما واقفين على ساقينا، ديما موجودين، وديما عنا بلاصتنا في كافة الأحداث،
وكاو ان شاء الله بون شانس ان شاء الله الديزاين هذيك هكا سياره هذا تو موجود في الثلاثه لا في الفاز الاخراني امام هو مع زوز وين اخرين ان شاء الله واحد ان شاء الله يكون الديزاين نتاع سياره كاس العالم 2022 باش تكون في موجوده في 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 قطر. باهي فقط نكملوا دونك اليوم منتخبنا الوطني التونسي كان كمل حصته التدريبيه الاخيره في برنامج تحضيراته لكاس العرب الاخيره هنا في تونس. الملاعبين الكل التحقوا بمقر الترابس ما عدا في راس بالعربي لمنحه الاطار الفني ترخيص استثنائي اثر وفاه والده ربي يرحمه وينعمه نعزيه في راس بالعربي. دونك غدوه نهار خاوي ثمش ربما بعض الاخبار لحظه برك اليوم دونك نهار الجمعه حصه تدريبيه نحكيوا هذي على حصه تمارين البارح اللي خذا فيها ترخيص. اليوم كانت حصه تدريبيه الاخيره اليوم شد الرحال ترابس دونك اليوم يوفا التحاق ملاعبي الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي اليوم التحقوا بعد انتهاء التزاماتهم مع البطوله التونسيه مع الفرق نتاعهم. مشكور جدا هذيك صحه من شكرا انت سالت على شيخاوي عندك اجابه ولا شنو ما نعرفش ما ثمش بالغ ما فماش بالغ رسمي فماش حاجه واضحه المقابله مع النجم الرياضي الساحلي المقابله ضد سليمان معنيش المعلومه معنيش معلومه. مشكور جدا سمير السليمي بون فواياج ان شاء الله تدخل معنا من قطر مشكور سمير مشكورين الناس كل كنتوا في المتابعه وفي الاستماع نلتقي ان شاء الله يوم الاثنين المقبل تصبح على خير من 7 ل 8 اي اف ام سبور بلس.